مظاهرة هي الأولى من نوعها انطلقت من قلب السوق الشعبي في الشيخ عثمان، هكذا دون إعلان مسبق، تطالب بعودة محافظ عدن والاستمرار في عمله بانتشال المحافظة من أزماتها المتراكمة. إلى قواتنا المسلحة والأمن، إلى كل القيادات الوطنية، إلى كل المحبين لعدن والجنوب عامة، علينا أن نلبي النداء وأن نتخذ الموقف الإيجابي في دعم جهود ابن عدن. المظاهرة التي انضم لها بسطاء الناس لم تعلن جهة سياسية تبنيها، وقد طافت مختلف الشوارع وطرحت عددا من المطالب، أهمها تسليم مبنى المحافظة المعطل حتى الآن ومحاربة الفساد. الكثير من المعوقات تقف أمام المحافظ المفلحي، ورغم تحسن خدمة الكهرباء قليلا في الآونة الأخيرة والبدء بمشاريع رصف الطرقات، إلا أن التعثر عاد مجددا لأسباب على المحافظ الإجابة عنها والتصدي لها، وبطبيعة الحال تتعلق بصراع قوى النفوذ والفساد المستشري في كافة المرافق الحكومية. آدم الحسامي، قناة بلقيس.